هاي بنات، كيفكم؟ معكم آمنة وأسماء. Oh my god, are you crazy؟ قاعدة تكلمي نفسك؟ إيش بك؟ قاعدة أتكلم مع زميلاتنا الجدد في الجامعة. من جدك؟ I don't see them, where are they؟ مين قال لك؟ شوفي هديك، قاعدة تطالع فينا وعجبها لون شعري كمان. وش ذا الثقة؟ طيب يمكن they're talking about my hair and how gorgeous I look. مو أنتي. أقول لك شيء، بلا كلام كثير، خلينا نربط الحزام ونبدأ رحلتنا التعريفية. أول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وأول جامعة أهلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل، أول جامعة أهلية نسبة توظيف الخريجين المتقدمين لسوق العمل 100% العام الماضي، و86% منهم توظفوا وهم ما زالوا على مقاعد الدراسة. جامعة الأمير سلطان هي أول جامعة أهلية تقدم مكافآت لطلابها وطالباتها تصل إلى 1500 ريال. هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبارك لكم قبولكم في جامعة الأمير سلطان، وأهنئكم جميعاً في رحاب هذه الجامعة. أتمنى لكم التوفيق في بداية حياتكم الجامعية التي ستحدد مستقبلكم الوظيفي. المرحلة التحضيرية تعتبر من أهم المراحل في الجامعة، ويجب يا بنيتي أن تعلمي أن الجد والاجتهاد من أهم ما تبدأين به وتنطلقين به في هذه الجامعة. أتمنى لكم التوفيق يا بنات الغاليات. السلام عليكم، أنا شوق وأنا طالبة في جامعة الأمير سلطان، وأنا خلصت من السنة التحضيرية. طبعاً البعض راح يتساءل إيش هي السنة التحضيرية وإيش مفهوم السنة التحضيرية في جامعة الأمير سلطان. راح نفهم كل هذه الأمور وراح نناقشها في هذا الفيلم. أنا واحدة مثلك، كنت أسمع كلام كثير وكثير من ناس كثير، لكن كيف ترى بعض الطالبات جامعة الأمير سلطان؟ أيوة صح، قبل لا أجي هنا قالوا لي دراسة الإنجليزي مرة صعبة، وكمان مو أي حد يقدر ينجح. No way، بالنسبة لي الدراسة كانت a piece of cake لدرجة أني I hardly attend يومين في ال one week، تخيلوا. وعشان كذا قررت بعد ما سمعت الكل هذا الكلام أني أخوض التجربة بنفسي وأبدأ الدراسة في جامعة الأمير سلطان. جامعة الأمير سلطان كل الخريجات منها توظفوا، لكن بذلوا جهد كبير في دراسة اللغة وتحدوا الآخرين، وكانوا مثالاً يحتذى به لتميزهم، لأن هذه الجامعة شعارها التميز في التعليم الجامعي. المسؤولية والانضباط. في البداية لازم كل وحدة تطلع على ميثاق جامعة الأمير سلطان، ويتضمن هذا الميثاق حقوق الطالبات الأكاديمية وغير الأكاديمية، وواجبات الطالبات الأكاديمية وغير الأكاديمية، المخالفات والعقوبات. يعني لك حقوق وعليك واجبات لازم تعرفينها وتستوعبينها. يعني أي شيء إيجابي راح تسوينه راح يتسجل لك، وأي شيء سلبي راح تسوينه راح يتسجل عليك. يعني لك وعليك، ولا تنسين أنت المسؤولة عن نفسك في هذه الجامعة. I'm so excited. يقولوا بكرة في إجازة. Yeah. بنات سمعتوا؟ يقولوا نقدر نحذف مادة الرياضيات كلها وننزل رياضة. شفتوا؟ قالت يقولوا. ما عليك منهم. بالجامعة أساس المعلومات مصدرين. أولاً الموقع الإلكتروني، يعني إذا حابة تعرفين أي معلومة راح تلاقينها بالموقع. يغطي الموقع معلومات الجامعة الأكاديمية والغير أكاديمية،
ومن خلاله راح تقدرين تتعرفين على الخدمات الطلابية مثل البوابة الإلكترونية لتسجيل المواد والاطلاع على الجدول الدراسي، منظومة إدارة التعلم الإلكتروني، المكتبة المركزية والدعم الفني، وعناوين التواصل مع أعضاء هيئة التدريس. إيش هو مصدر المعلومة الثاني ووسيلة التواصل؟ بعد تسجيلك في الجامعة راح تحصلين على بريد إلكتروني جامعي. هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة تواصل الجامعة الرسمية معك. في وسائل تواصل رسمية ثانية مثل الشاشات الحائطية الموزعة في المبنى، رؤساء الأقسام والمشرفين والمراقبين، كتيب اللوائح والأنظمة الموجود في موقع الجامعة، صحيفة طيف الجامعة، وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك وإنستغرام الرسمية. كما وفرت لك الجامعة خدمة لبيه. خدمة لبيه هذه إذا كان عندك اقتراح، شكوى، اعتراض، تقدرين توصلين صوتك لإدارة الجامعة من خلال هذه الخدمة. يعني دحين صار عندي بريد شخصي وبريد للجامعة وبريد للإنستغرام. لا كده كتير ما أقدر، بتلخبط. لا تتلخبطين ولا شيء، تقدرين بسهولة تربطين بين إيميلك الجامعي وأي بريد ثاني يخصك، بحيث أن رسائل الجامعة توصلك على إيميلك اللي أنتي متعودة عليه. وإذا ما تعرفين تقدرين ترجعين لموقع الجامعة، لكن هذا بس للاستقبال. إذا أنتي حابة ترسلين إيميل للجامعة لازم تستخدمين إيميلك الجامعي. إيش بك لابسة عباية؟ يلا شيليها، لازم ندخل قاعة الامتحان. And who told you إني بشيلها أصلاً؟ I'm hiding some notes لآخر chapter عشان I didn't get enough time for studying أمس. دخل برشام معك للاختبار؟ تعرف إنه هذا غش؟ الغش بجميع أنواعه ممنوع، من غشنا فليس منا. يعني غشيتي أو ساعدتي على الغش أو حاولت تغشين أو حد تفكرت تغشين، كلها تعرضك للعقوبات حسب اللوائح. أمون، وش دعوة؟ You haven't recognized me؟ أسمى، ما لك كده حاطة كل هالميك أب على وجهك؟ What do you think؟ خطيرة صح؟ I look like Maha, مو؟ شوفي عشان هي أمس she didn't study so she asked me أخذ الإكزام بدالها. And it's the best way عشان يحسبوني هي. انتحال شخصية أي طالبة ثانية راح يعرضك للعقوبات حسب لوائح العقوبات المنصوصة، وكذلك إعاقة الاختبار. Hey Amun, قوليلي what do you think of my skinny؟ طلبته أونلاين because I didn't find it هنا أصلاً. يو، دي من جد فاضية. أنا مريحة راسي ولابسة بجامتي تحت العباية، ما لي خلق أبداً. واجب عليك احترام المكان اللي أنت فيه، يعني أنا بريحك. أي شيء ملفت سواء كان في شعرك أو في لبسك، على سبيل المثال البنطلون أو البيجامة أو أنك تلبسين العباية داخل الفصول الدراسية، المظهر غير اللائق باختصار راح يحسب عليك، راح تتحملين عواقبه. يلا أمون، I've gotta go now حبيبتي، سواك برا، so توصلني على شيء؟ طيب حطي الطرح على راسك، إيش بك مهاوية كده؟ يا أختي عادي، he's a driver. يعني سواك ما هو رجال؟ لكن أنظمة الجامعة تقتضي التزامك بالحجاب الشرعي في حرم الجامعة الخارجي. أسمى وينك؟ يلا تأخذنا عن المحاضرة. Oh my god، ما تتخيلون راحت علي نومة because yesterday I was invited وسهرت للفجر. التأخر 10 دقائق عن المحاضرة يعتبر غياب، وإذا غبتي 25% من إجمالي ساعات المحاضرة راح تنحرمين منها. تعرفي إنك إذا تأخرتي 10 دقائق تعتبري غايبة؟ لا لا لا، وزيدك من الشعر بيت بعد، 15% تعتبر حرمان، حرمان في مواد اللغة الإنجليزية. Take it easy girls, take it easy. جيتكم واحد وجيتوني جماعة. Anyway, the class begins in 3 minutes. يعني مو بادي من زمان. حبيبتي، ساعة الموقع هي اللي معتمدة ولازم تضبطي وقتك عليها. طيب why are you so mean to me؟ والله غصب عني ظرف طارئ. I'm not being late by purpose. والمعلومك، الأعذار والظروف القاهرة كلهم من نسبة الحرمان. الجوانب الأكاديمية، برنامج السنة التحضيرية،
هو عبارة عن فصلين دراسيين، كل فصل تدرس فيه الطالبة 6 مقررات على 5 مواضيع مختلفة: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، وهو جميع التخصصات ما عدا برنامج اللغة الإنجليزية والقانون، الحاسب الآلي، الصحة واللياقة البدنية، مهارات تطوير الذات. قديش أحتاج وقت عشان أخلص برنامج السنة التحضيرية؟ تقدرين تخلصين السنة التحضيرية في 2 فصلين دراسيين، بمعنى عام دراسي كامل، هذا طبعاً غير فصل اللغة الإنجليزية المكثف لمن يلزمه الأمر. لغة التدريس في الجامعة هي اللغة الإنجليزية. تعلم اللغة ممتع لأن التدريس يتم بشكل تفاعلي وعلى أيدي أستاذات لغتهم الأم هي اللغة الإنجليزية، وكل اللي لازم يكون عندك هي الرغبة والحب لدراسة اللغة الإنجليزية. مقررات اللغة الإنجليزية هي English 001 و English 002. هذه المقررات تدرس إذا كانت الطالبة تحتاج للمقرر المكثف وتكون في فصل دراسي واحد. English 010 و English 020 تدرس في فصل دراسي واحد. English 030 و English 040 تدرس في فصل دراسي واحد، يعني كتابين في كل فصل. يعتمد التقييم في المقررين على الاختبارات الفصلية والتدريبات والواجبات والاختبارات القصيرة. مقررات الرياضيات هي Math 001 و Math 002. يتم تدريس المقررين باللغة الإنجليزية بمعدل 4 ساعات أسبوعياً، وتتم إضافة ساعات أسبوعية للعمل على حل التمارين بشكل جماعي. يعتمد القسم على منهج دولي مدعم بخدمات التعليم الإلكتروني التفاعلي، والذي يشرح المقررات بشكل تفاعلي من خلال مقاطع فيديو منتقى والتمارين التفاعلية المختلفة والرسومات التوضيحية للمسائل، كما أن هناك دروس تقوية إضافية مجانية في مقررات الرياضيات يعلن عن تفاصيلها القسم في كل فصل. يعتمد تقييمك في المقررين على الواجبات والتدريبات والاختبارات الفصلية والقصيرة. مهارات تطوير الذات PDS 001 و PDS 002 يغطي المقرر المهارات الشخصية للطالب الجامعي وتنميتها، مثل إدارة الوقت والذات ومهارات البحث والتفكير والاتصال. يدرس هذا المقرر بواقع 2 ساعات أسبوعياً، لذا يجب على الطالب المداومة على الحضور والمشاركة الفعالة والالتزام بتسليم الواجبات في وقتها وبالطريقة التي توضحها المحاضرة. لا يوجد اختبار نهائي لهذين المقررين، لكن يعتمد التقييم لأمور، وهي واجبات وتدريبات واختبارات قصيرة، وبشكل رئيسي مشروع فردي أو جماعي. مقررات الحاسب الآلي هي CMP011 و CMP012. يغطي المقرران برامج استخدام الحاسب الآلي وبرامج المايكروسوفت، حيث يركز مقرر CMP011 على استخدام الوورد والإكسل، بينما يركز مقرر CMP012 على برامج الباوربوينت والأكسس، مع التعريج على استخدام بعض المهارات في الحاسب الآلي. يعتمد تقييمك في المقررين على الاختبارات الفصلية والتدريبات والواجبات والاختبارات القصيرة. مقررات برنامج الصحة واللياقة البدنية هي HPE001 و HPE002، وكل مقرر يدرس في فصل دراسي واحد. يهدف مقررات الصحة واللياقة إلى توعية الطالبات بأمور الثقافة الصحية العامة، بالإضافة إلى العمل على تحسين اللياقة الصحية والبدنية من خلال برامج وتدريبات تراعي اختلاف مستويات الصحة واللياقة لكل طالبة. يعتمد تقييمك لهذين المقررين على اختبارات دورية تعتمد على مدى تحسن اللياقة البدنية للطالبة، بالإضافة إلى الحضور والمشاركة الفعالة. ضوابط الاختبارات: الحضور مبكرا قبل الاختبار ب10 دقائق، إحضار البطاقة الجامعية، إحضار الأدوات الخاصة بالاختبار كالأقلام والآلة الحاسبة، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاختبار داخل القاعة. بعد اجتيازك لمواد السنة التحضيرية، يعتمد تخصيص الطالبات في الجامعة على نتيجة السنة التحضيرية ونتائج المقررات، ويجب الرجوع لأنظمة ولوائح كليات الجامعة. تمتاز جامعة الأمير سلطان بتقديم برامج المنح التعليمية الشاملة والمتكاملة للسعوديين وغير السعوديين.
عزيزنا الطالب، نعمل على إيجاد بيئة جامعية متميزة لتجربة حياتية مختلفة تمازج ما بين الجوانب الأكاديمية وغير الأكاديمية، وتتلخص في انخراط ومعايشة الطلاب لتجربة جامعية ترتكز على تطبيق مبدأ الحقوق والواجبات على أساس تحمل المسؤولية وترسيخ مبادئ المشاركة والعطاء الإيجابي. والمسؤولية هي أول ركيزة من ركائز جامعة الأمير سلطان والتي تتطلب الانضباط، وسيجتهد برنامج السنة التحضيرية في ترسيخ هذه الركيزة. كما تجتهد الجامعة في بناء الشخصية المتكاملة بمكوناتها الثلاث: المعرفية والمهارية والسلوكية. عزيزنا الطالب، تعد المرحلة الجامعية من أهم المراحل في حياتك، فيها تتحدد معالم مستقبلك، ويجب عليك استغلال هذه المرحلة بأفضل ما يمكن. ولأنك الأمل بدينك ووطنك وأمتك، سنسعى جاهدين لتهيئتك لتكون فخر سلطان، فخر الوطن. أبوابنا مفتوحة لكم، أبوابي شخصياً مفتوحة لكم.